السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأوفياء أينما كنتم، أهلا بكم. إذن تلاميذ وتلميذات السنة الأولى بكالوريا سيزيام، إذن هذا الشريط موجه لكم. إذن بعد الشريط الفائت اللي دوينا عليه دوينا فيه على لو ديرني جور دان كونداني ديال الكاتب المعروف فيكتور هيغو، شرحنا أهم الأشياء من بينها بيوغرافي ديال لوتور، شفنا السيرة الذاتية ديال لوتور، شفنا لو جونغ ليتيغار. إذن فأسنا هو لو جونغ ديال لو ديرني جور دان كونداني، شفنا لي بيرسوناج، عرفنا الشخصيات اللي مذكورين في لو ديرني جور دان كونداني، وشفنا لو شيما ناراتيف. إذا اللي مازال ما تفرجش في هذا الدرس، ارجع الشريط، إذا ارجع للفيديو السابق اللي درت في القناة. إذا اليوم كنت بغيت ندير معكم التصحيح ديال واحد الامتحان جهوي للموضوع ديالو لو ديغني جور دان كونداني، ولكن تراجعت، قلت لا بدا انني ندير معكم، لانني قريت السؤال الاول ولقيت فيه بانه فيه لا سيتياسيون دو باساج، اون دو سيتيي لو باساج. عطاونا واحد لو باساج في روايه لو ديغني جور دان كونداني، قالوا لنا خصنا اون دو لو سيتيي، يعني كيفاش غادي نسيتيو، يعني اننا نموقعوه ونشوفوا الموضوع ديالو علاش كيدوي. اذا وحنا ما كتعرفوا بان لو ديغني جور دان كونداني فيها 49 فصل 49 شابيتر. اذا اليوم غادي نشوفوا الخلاصه ديال كل شابيتر، غادي نشوفوا كل فصل علاش كيدوي بعجاله بشكل سريع، واحد شويه التركيز، خذوا قلم وورقه واكتبوا كل شابيتر، غادي نديروا عليه عرائض، علاش كيدوي هذا الشابيتر، باش تكون عندكم واحد الخريطه او موان الى طرح لكم سي باساج، تعرفوا علاش كيدوي وتعرفوا داك اللي قبل منه وهذاك اللي من بعد منه. انا خصكم دير واحد الخريطه، علاش بدا، وحطوا معايا المسائل. وفي الشريط المقبل ان شاء الله غادي ندير معكم التصحيح، نشوفوا كيفاش كيطرحوا الاسئله وكيفاش غادي تجاوبوا على الاسئله، والا بقى شويه الوقت غادي ندير معكم شويه ديال لا برودكسيون اكريت. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتدعمونا بالجيم وبالبارطاج. اذا وعلى بركه الله نبدا. إذا على بركة الله نبدأ. إذا ستوديي لي باساج لي بوان لي بلو امبورطون دون لو ديرني جور دان كونداني. إذا غادي نهضروا على النقط الأساسية في كل فصل. إذا غادي نبداو مع الفصل الأول. إذا ليكريتور دو تو لي سي سابيتر. إذا فتعرفوا بأن الرواية مقسمة لثلاثة الأجزاء. كاين الجزء الأول لا بروميييغ بارتي سميتها بيسيتر. إذا فالمحكوم عليه بالإعدام كان في بيسيتر، في سجن سميتو بيسيتر. إذا فمن واحد من الفصل واحد إلى غاية الفصل 21 فلو كونداني ايتي ابيسيتر، كان في بيسيتر، ايتي ابيسيتر. اذا غادي نهضروا على الفصل الاول، على شنو هو المواضيع ديال الفصل الاول. اذا لو كونداني بارل دو، ملي كنقولوا بارل دو كيدوي على، اذا غادي نبقاو نردوا هذه العبره، لو كونداني بارل دو، يتكلم او يتكلم عن. اذا لي دي دو لا مور، يتكلم على فكره الموت، يتكلم سا في على حياته، دوطخ فوا كيهضر على الماضي، جو بوفي بونسي ا سو كو جو فولي زيتي ليبر. إذن كيقول بأنه فيما مضى كان كيفكر كيما بغى، كيفكر بداك الشيء اللي بغى، اللي بغى يفكر فيه، كان حر. أكتوالمون مانتونون جو سوي كابتيف، دابا ما يمكنش، دابا مشدود ما يمكنش يفكر، كيفكر غير في الإعدام، لأنه محكوم عليه بالإعدام. هادو هما مواضيع الفصل الأول. نمروا للفصل الثاني، لو كونداني بارل دو سون بروسي، كيهضر على الدعوة ديالتو، إليا تخوا جوغ كومون برونسي ايتي انطامي، اذا كنقول بانه هذه ثلاث ايام باش الدعوه ديالته بدات في المحكمه. لا سال دو ديونس، كيهضر على لا سال دو ديونس هي قاعه المحاكمه. اذا لي جوج لي تيموان لي افوكا القضاة الشهود المحامون. تخوا جور كو توت سيت فانتازماغوري دي جوج دي تيموان دي افوكا دي بروكيور دي روا باسي اي روباسي دوفون موا. اذا كيقول هنا بانه هذه ثلاث ايام وهاد كي بحال كيقول الخيال، هو كي بحال كيتخيلوا ليه، لانه مازال ما مصدقش ديال القضاة، هاد الخيال، هاد القضاة وهاد الشهود وهاد اللي فوا كيمشيو ويجيو قدامه. اذا هادي ثلاث ايام لانفلونس دو لير اي دو سولاي سور لوي، ملي كان في قاعة المحكمة كانت كتدخل، كيدخل شوية الهواء وكيدخل شوية الشمس، وهاديك عزيزة عليه ديك الشمس وداك الهواء، حيت كتفكروا في الحرية. اذا لير اي دو سولاي سور لوي، جيم لو سولاي، انوندي دير اي دو سولاي، ايل مي في امبوسيبل دو بونسي ا اوتر سوس كو ا لا ليبرتي. اذا ف لا بروبوزيسيون دو لافوكا دو كوندامني ا
travaux forcés à perpétuité, mais le condamné prit fort plus timoré. Et donc, le Mohamed il a dit qu'il a dit qu'il a dit انه يعني غادي يترافع عليه انه يحاول يجيب ليه ديك العقوبه ديال الاشغال ما يتعدمش انه يولي. اذا هو فر الفرض قال لي كان يبقى في الاشغال المؤبده اللهم يموت هادشي سون ايتا دام ابري لا ديكلاراسيون دو سون مون ريان نو ما باريسي بلو سو لو ميم اسبي كوبارون. اذا هنا وكيدوي في هذا الفصل رقم 2 على يعني الحاله النفسيه ديالو الحاله الروحيه من بعد ما تنطق الحكم بالاعدام. اذا فما بقوش كيبانوا ليه الاشياء كما قبل، تبدلت النظره ديالته للاشياء. اذا فهذا هو الفصل الثاني. الفصل الثالث لو كونداني ايساي داكسبتي ليدي دو لا مور، هنا كيحاول يقنع راسو بفكره الموت، كيقول كاع علاش غنتاسف خليت ورايا، ولكن من بعد غادي واخا حاول يكذب على راسو ويقنعها باقي الخوف، باقي الخوف غادي يقولنا مي فيغ لا فان دو ريزونمون اي لا انكور بور، من بعد التفكير وحاول يقنع ولكن في الاخر باقي خايف. اذا هنا في الفصل الرابع لو كونداني في اون ديسكريبسيون دو بيسيتر، هنا كيدير واحد الوصف لذاك سيزن بيسيتر بيسيتر. هنا الفصل 5 اذا فهنا كيدوي لو كونداني بارل دو سون اريفي ا بيسيتر، الوصول ديالي ا بيسيتر، دو لا مانيير دونت لي غارد تريتي le traité au début et après. Et donc, il y a là qui fait parce qu'il y a le Hurras et ses entretiens avec les détenus et il m'apprenait à parler argot. Et donc, le Mouhadata Diallo m'a le Mchdoudin ou le Mchjounin qui est le mot l'argot qui est le mot d'un drap de Znaka qui m'a congolo. Et donc, Mzian, le Fasl 16 qui dit oui, le condamné parle de quoi? L'écriture de son journal qui est là, l'écriture de son journal intime qui est là, et donc puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Qui est là, le début de son écriture qui est de donner une leçon à ceux qui condamnent, et donc le hadaf ou le but. البيت بلوتو الهدف من الكتابه انه يعطي درس لهذوك اللي كيحكموا بعقوبه الموت. بوتيتر سيت ليكتور لوي روندرا تيل لا مان موا ليجير كون يساجيغا دو كيلكو كوتر فوا دو جيتي اون تيت. اذا فهنا هاد الى قراو هاد لو جورنال انتيم ديالو غادي كيما كيقول غادي يخلي هذوك القضاة اللي كيحكموا بعد العدل يفكروا ويعاودوا يفكروا لانه غادي يوصل لهم المعاناه ديالو. اذا كيهضر على الحجاج ديال هادوك اللي مع عقوبه الاعدام اس كيقولوا ils sont triomphants de pouvoir tuer sans presque faire souffrir. اذا فهمني كيقولوا بانه الى عدمنا داك المجرم فكيرتاح، يعني واحد كيشعر بواحد الحاله بواحد الالم وكيرتاح. هادشي اللي كيقول هذا هو علاش هما مع عقوبه الاعدام، ماشي نخليوه في الاشغال المؤبده طول حياته هو كيفكر في ديك الجريمه اللي اقترف، هما كيقولوا هكا. ولكن الحجاج ديال هذوك اللي ضد عقوبه الاعدام كيقول كيسكو لا دولور فيزيك بخي دو لا دولور موال. اذا فهنا كيقول لك قال لك المعاناه النفسيه كبار من المعاناه الجسديه. اذا فملي كتحكم على واحد الاعدام فمعاناه كبيره ماشي. اذا فهنا اذا اللهم المعاناه الجسديه ولا المعاناه النفسيه، واحد ملي كيفكر غيموت غدا ولا بعد غدا كتفكر عليه لانه كيقول فهنا كيكون واحد المعاناه قويه. اذا نمشيو للفصل السابع. اذا ليوتيليتي ديكريتور هذا كيهضر على فائده الكتابه كو سولا سوف دي مالور انوسون، انك انه الى كتب على المعاناه ديالو فيقدر غادي حتى الى من جا هو غادي تعساء وابرياء غادي سوف ينجون من عقوبه الاعدام. اذا وفصل 8 كيهضر لو كوندامني كونت لي جور كيلوي ريست، في الفصل 8 كيحسب الايام اللي بقاو ليه بس وصل ذاك اليوم في غير تعدم. هنا في الفصل 9 لو كوندامني بارل دو سا فامي، كيهضر على الاسره ديالته. جو ليس اون مير، جو ليس اون فام، جو ليس ان انفون. اذا فخلى مو وخلى الجوجه ديالته وخلى واحد البنيه. اذا في الفصل 10 لو كوندامني ديكري سا سيلول دو بيسيتر، هنا كيوصف الزنزله ديالته في بيسيتر في الشيزن بيسيتر. اذا في الفصل 11 لو كونداني ابري اون لامب اي ا كومونسي ا لير لي ميور دو سا سيلول، انا خدا واحد كيما كان لالبا ولا كانوا ديك المهم واحد القنديل فيه الضوء
ولا بيل ولا اللي بغيتو، وبدا كيقرا داكشي اللي هذوك اللي كانوا دازو هنايا كيقرا السميات ديالهم، اذا كيقرا السميات ديالهم هذوك اللي كانوا تما. فصل 12 après la lecture du mur, le condamné a eu peur car il sait qu'il va suivre tous les noms qu'il a eus. J'irai à mon tour les rejoindre au cimetière de Clamart. Au cimetière de Clamart. Et quand il dit, ben, il dit que les gens qui sont dans le hit, donc les gens qui sont dans le hit, j'ai un peu de peur. Ok, on sait que nous allons suivre tout le monde, et 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 le cimetière, et le monde, et le monde, et le monde. Le condamné rêve que son cachot est plein de morts. Et là, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Le chapitre 13, le condamné insiste au ferrage, c'est pour ça. Il y a un peu de واحد لا سين واحد المشهد ديال كيفاش ديك الساعه كيديروا واحد كيفاش كيسلسلوا هذوك المحكومين بالاعدام بالاشغال المؤبده، كيدير لهم واحد السلسله كيبحال كيديروا العود ولا كيديروا الطور، كيديروا ليه واحد الخرجه هنايا، كيجيبوا داك كيجيبوا دوك كما كنقولوا دوك الحداده وكيقول هذيك المشهد خصكم كيتسمى لو فيراج دي فورسا، كيديروا لهم واحد السلسله هنا في العنق بالعبار ديالهم واحد السلسله الحداد اللي كيديرها كيديروها بواحد الخرجه هكا كيبحال اللي كيسلسل الطور باش ما يهرب. دافا واحد فيغ لا فان الى غيفي كو لي فورسا مونتي لو شيرشي دون سا سيليل الوغ اسي. وهنا غادي يعاود على واحد القصه فين انه اغمي عليه من بعد ما حلم بان هذوك المحكوم عليه بالاعدام جاو ودخلوا اقتحموا عليه الجنزله ديالتو، فكانوا كيسخروا، هو كان كيشوف في ذاك لو سبيكتابل اللي قريتو الفصل 13، هو كان كيشوف ذاك المنظر، ذاك المنظر ديال كيفاش انهم كيديروا لهم السلاسل وكيتعجب منهم، في حين يعني انهم هما المشهد في الاخر غادي القلب غادي يولي هو المشهد، لانه غادي يردوا ليه البال وغادي يبقاو يصرخوا محكوم عليه بالاعدام محكوم عليه بالاعدام، غادي نسى راسو بانه هو افظع منهم، ما بعد راه باقي غيكونوا حيين، ومن بعد غادي يتأزم، غادي يتأزم، وهذا الشيء اللي وقع. هنا في الفصل 14 غادي منين أغمي عليه غادي يديه لوبيتال، السبيطار، دو سا فونيتر لوبيتال، لو كوندومني أفو لي فورسا باغتيغ دون لي شاريت. إذا هنا غادي من السرجم ديالو في السبيطار غادي يشوف هذوك المحكومين عليهم بالأشغال الشاقة، غادي يديهم فين غادي يخدموا. غادي يديهم في عربات هكا في مجروره باش يديهم الاماكن فين غادي يشتغلوا. الفصل 15 لي غارد اون غاملي لو كونداني دون سا سيون بيستر، هنا غادي يردوا الزنزانه ديالته. لو كونداني باس الي دي ليفازيون، هنا غادي يفكر في فكره الفرار، غادي يقول العباره اللي قال جوغي بوتيتر بو ميفادي سي si l'on met avait blessé si on met avait est ce que هنا قال غادي يقدر غادي نكون غادي نستطع نهرب كون عطوني الفرصه. شوف هو كينتظر لانه اللي كيبين بانه ماشي مجرم، المجرم كيفكر كيفاش هو كيتسنى عطوه الفرصه باش يهرب. انا هنا نعاود نقراها جوري بوتيتر بو ميفادي سي لون مي افي ليسي، اذا كون خلاوني نهرب. لو كونداني بيس هذه المره غادي بونس على غراس، غادي يفكر في العفو، سي زافي ما غراس يعفو عليه الملك. اذا هنا 16 لو كونداني بان دو لاسونسو كي لافي ايكوتي كون ايتي على الانفيرميري، اذا كيفكر في ديك الاغنيه اللي سمع ليها فين كان في السبيطار في ديك المصحه فين داواه مزيان. هنا في الفصل 17 لو كونداني بونس اون دوزيام فوا على ليدي دو ليبرسيون، غادي يفكر لمره ثانيه في فكره الهروب. في الفصل 18 سي 6 اور دو ماتان ستات صباح تو سي كي لا رونتي او بارفون سيتي باسي دوران سي 6 سمان كي لا باسي ا بيسيتر. اذا ف هنا كيعاود كيقول بانه داكشي اللي داكشي كل ما رواه يعني فهو الان من الماضي، هادي 6 اسابيع باش حدث في بيسيتر، مي سو جور لا c'est le dernier jour avant d'être exécuté. Est-ce que ce serait pour aujourd'hui. Donc il s'est واش اذا ف 6 اسابيع مرات كيهضر وكيقول انه كل ما رواه فهذه رواه
رواه عندما كان في بيسيتر في شيزن بيسيتر. الان كيتسال واش اليوم هو هذا هو اليوم الموعود كما كنقولوا. اذا هنا غادي نمشيو هنا الفصل 17 كيهضر على le directeur vient d'annoncer au condamné qu'il va être transféré afin d'être exécuté le jour même. Et donc il y a un mudir si je ne vais pas dire que ça va dire يحوله بس انه يتعدم في نفس اليوم. Le condamné fait une personnification de la prison. On a qu'un dire un figure du style personnification a dit خصل سوف يقوم بس السنة او شخصنة السيزن. هنا غادي يدير واحد الاسلوب ديال البلاغه. نرجعوا للفصل 20. هنا الفصل 21 لو كوندامني نيسبير بلو فيفر ما بقاش كيتمنى انه نيسبير بلو فيفر ما بقاش كيتمنى الحياه يعيش. مانتونون ديو ميرسي. اذا فهنا ما بقاش اش قال ديو ميرسي جو نيسبير بلو. لو كوندامني ا ريسي اون فيزيت دو بريتر. هنا غادي يستقبل هذاك رجل الدين. هاد رجل الدين ماشي من رجال الدين ديال الشيزل. لان هذا غريب شي واحد جديد. Le condamné a reçu ensuite la visite de l'huissier, Aoun Kadaï. J'ai l'honneur de vous apporter un message de la part du monsieur le procureur du roi. L'arrêt sera exécuté. Et on a dit que Aoun Kadaï va dire que le talab naqd est refusé. Parce qu'il y a un naqd, un talab naqd. Donc il va être refusé. Donc il va dire que l'arrêt sera exécuté aujourd'hui. On a dit que le décret de la cour sera fait. في لا بلاص دو غريف. لا بلاص دو غريف هنا فين كيعدموا لا بلاص دو غريف ساحه لا غريف. لو كوندامني بونس اون ترويزيام فوا ا ليدي دو ايفازيون ايل فو كو زو مي فات. انا كيفكر المره الثالثه وكيقول خصني نفر يجب ان افر. مزيان الفصل 22 هنا انطلاقا من 22 فمانتونون لو كوندامني اي ا لا كونسيرجوري. هنا مشى لا كونسيرجوري. لا كونسيرجوري هو كاين في محكمة العدل ملي غيجيبوه من السجن غيجيبوه للمحكمة كاين واحد السجن مرفوق بهذاك باش من تما غادي يمشيو غادي يديروا دوك الإجراءات الأخيرة غادي يديوه لابلاص في ساحة الإعدام. إذا لو كوندامني روكونت لو ريمون دو سون ترونسفير دو بيسيتر على كونسيرجوري. هنا كيعاود كيفاش نقلوه من بيسيتر لا كونسيرجوري. من أ 7h30 لويسي إيتي فوني بور لامني. العاون القضائي جامعة 7:30 باش يديه. لا بلوي طومبي الشتا كانت تتساقط. إلا باغلي افيك لويسي كي نون دوني با اون كروند امبورتونس على لافي دو كوندوني. هضر مع ذاك العاون اللي بان ليه بانه ما كيعطيش حتى أهمية للحياة ديالو. يتعدم ولا ما يتعدل شغل هذاك هو ما أ 8:30 إلي تي أريفي على 8:30 وصل لك هذيك لا كونسيرجوري. إذا مزيان. إذا غادي نمروا الفصل 23 لو كوندامني كونتيني دو ريسي دو سون فواياج دو بيسيتر ا لا كانسير. هنا كيستمر في حكي ان داك السفر ديالو من بيسيتر ا لا كانسيرجوري. سون اريفي الي انتري افيك لويسي او بالي دو لا جيستيس. وصلوا دخلوا القصر العداله بور بروندر لي بابي دو سون اكزيكسيون باش ياخذوا الورق ديال التنفيذ. مي لو بريتر ايتي بارتي. ولكن رجل الدين مشى. لو كوندامني سي تروفي افيك اون اوتر ان اوتر بريزونيي سي لو دوزيام كوندامني لو فيروش. Et donc, c'est l'autre condamné, le condamné du jour, celui qu'on attendait à Bicêtre, mon héritier. Et donc, on a dit, on a dit, on a dit, la conciergerie, on a dit, un autre, c'est Mithou Lefi Roche, on a dit, 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 دوز ديك ست اسابيع. اذا هذا وهذاك لو كونداني غادي يعاود ليه ليستواغ ديالو غادي يعاود ليه حكايته. هذاك ذاك السجين الثاني اللي محكوم عليه بالاعدام غادي يعاود ليه. إلافي كومونسي باغ فولي ايتون بوتي مي ابخي لا كوميدي ميتر الوغ إلي تيك اريتي كوندامني امور. كيعاود ليه كيفاش وصل لهنا. قال ليه بانني بديت كنسرق ومن بعد بديت اقترفت بعض جرائم القتل ومن بعد راه تشديت وتحكم عليه بالاعدام. Le deuxième condamné a pris la redingote du condamné. Et donc, je ferai la clé à Diallo. Le condamné est en colère car il a perdu sa redingote. Et donc, il a perdu la redingote de Diallo, la clé à Diallo. Le condamné est dans une cellule. Dans une cellule ici qu'il a commencé à écrire quand il a été à la conciergerie. Et là, il a écrit
في الخاليه وفي في السجن في لا كونسيرجوري. هنا بدا كيكتب مزيان ا 10 مع 10 لو كوندوني بارل دو اسافي بارل اسافي بيان سور دون ان مونولوغ. هنا كيهضر مع بنته ولكن في واحد المونولوغ في واحد الحوار داخلي. الى انكيي بور سافي بور سون افير. يعني هنا مشغول بمستقبل بنتو. لو كوندامني سيت ان ارغومون كيذكر سي لي جوري لافي فيو او موا ما زولي بيتيت في ماري ايز اوري كومبري كو ني فو با تيي لو بير دان انفون دو 3 ans. انا كيقولوا ان واحد الحجه اخرى هو انهم كون شافوا بنتو ماري الجميله في عمر 3 سنين ما غاديش يفكروا انهم يقتلوا واحد الاب ديال واحد طفله عندها 3 سنين. مزيان هنا لو كوندامني se demande sur la façon avec laquelle il va mourir. هنا كيتسائل بطريقه باش غيموت. هنا في فصل 28 لو كوندامني parle de sa visite il y a longtemps à la place de greffe. هنا كيهضر على يعني الزياره ديالته كان زار هاد لا بلاص دو غريف وكيقول وهنا عاوتاني تذكر بايلي ايلي 11 ايلي 11 يعني 11. لو كوندامني parle de sa grâce et préfère avoir des travaux forcés à perpétuité que mourir. انا ولا غير الراي ديالو كيفضل كيهضر على العفو ديالو وكيفضل كون كان عنده غير كون تحكمي بالاشغال الشاقه. اذا جو فو بيان دي غالير مي غراس دو في. اذا 30 le prêtre qui était avec le condamné et l'huissier est revenu parler avec le condamné. رجعوا للدين والعاون رجعوا كيدويو معاه. Le condamné aimerait bien avoir un autre prêtre plus sensible à ses peines. On a qu'il faut dire bien qu'on connaît un dossier à Jouldine les has bil mu'anat diawlo. On lui a apporté la nourriture un ajabou les ta'am. Un sous-architecte est arrivé le fasl 31. Un sous-architecte est arrivé prendre des mesures dans la chambre du condamné. On a un khaddam khaddam ma'a mohandis ma'mari ou bien un aoun idari dial mohandis ma'mari ja ki كياخذ القياسات ديال 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 ديك الخليه فين كاين الخليه ولا ديك الزنزانه فين كاين الكوندوني. شابيتر 22 اون شانجي لو جوندارم كي غاردي لو كوندوني. دونك بدلو داك الدراكي اللي كيقابلو. لو دوزيام جوندارم ا دوموندي او كوندوني دو لوي دوني ابري سا مور لي شيفر غانيون دو لا لوتري. طلب منو دوك الارقام ديال الرهن ديال 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 اللوطو ديال اللوطو. اذا ف لو كوندامني لوي ا دوموندي لوي دوني با ان كونتر بارتي سون يونيفورم. طلب ليه في المقابل المحكوم عليه بالاعدام طلب ليه يعطي البدله الرسميه ديالته هو باش يهرب بها كيفكر يهرب بها. ولكن الدوزيام جوندارم ا رفوزي اي لو كوندامني ا بيردو ليسبوار دو سانفوير. اذا ف الدراكي رفض يعطي اليونيفورم ديالو ديك البدله الرسميه باش يهرب بها. وهنا فقد الامل باش انه يفر من السجن. مزيان نمشيو لو شابيتر 33. لو كوندوني ا كومونسي ا ريفي دي سوفونير دو سون انفونس افيك بيبا. لو كوندوني المتهم المحكوم عليه بالاعدام بدا كيحلم بالذكرى ديالو ديال الطفوله مع بيبا واحد الصديقه ديالته جميله صغيره. شابيتر 34 et les 2 heures mais le condamné ne le sait pas. Et d'un fois وصلت 12 ولكن المحكوم عليه بالاعدام ما عرفش. 1 heure vient de sonner je ne sais laquelle. Et d'un fois le قوله ديالته هو كيقول 1 heure. Et d'un sonnat الساعه ولكن ما عرفش فين الساعه sonnat. Le condamné se rappelle de son crime. Et d'un fois في الفصل هذا يتذكر ويسترجع يعني الجريمه اللي اقترف بها ذكريات الجريمه اللي اقترف بها. نمروا. Le condamné parle des habitants de Paris. Et dans le fait, le محكوم عليه بالإعدام يتحدث عن سكان مدينة باريس, عاصمة باريس. Le فصل 36, le condamné se rappelle de sa visite à Notre-Dame quand il était enfant. Et donc, qui تفكر le condamné من دار ديك الزيارة Notre-Dame, واحد المدينة ملي كان صغير سميتها Notre-Dame. Le condamné fait la description de l'hôtel de ville. اذا فكي هنا كي المحكوم عليه بالاعدام كيدير واحد الوصف لديك لوتيل دو فيل هنا في البلاصه فين غادي تعدم.
1h15 minutes, il y a le wahda ou comme ça ou rba, le condamné nous parle de ses douleurs. Donc il lui n'a l'alam dialou, l'alam. Chapitre 30, 39, le condamné parle de son d'un ton, sur un ton ironique à ceux qui condamnent. Il y en a qui dit واحد اللغه ساخره على هذوك اللي كيحكموا بالاعدام. Le chapitre 40, le condamné parle du roi et la grâce qui peut sauver la vie. Il y en a qui يهضر على الملك ou qui يهضر على العفو اللي يقدروا ينقذوا يعني الحياه ديالو. Le chapitre 41, le condamné se demande sur ce qu'il va lui arriver après sa mort. Le condamné aimerait bien avoir un prêtre près de lui. Le chapitre 32, le condamné s'est endormi. Il arrivait une vieille dame qui aurait voulu le voler quand il était dans sa maison avec ses amis et sa famille. هنا كيحلم واحد الحلمه بواحد المراه عجوز كانت بغات تخطفو ملي كان مع الاصدقاء ديالو مع الاسره ديالو. لو كوندامن كون لو كوندامن سي ريفي الى تروفي لومونيي دو لا بريزون بري دو لوي. هنا ملي فاق لقى داك رجل الدين بالقرب منه. لا في دو كوندامن اي اريفي بور لوي روندر فيزيت. دان الطفله ديالته جات بس انها تزورو. Le chapitre 43, le condamné décrit sa fille, et d'un Yassifo Ibnatahu, elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle. Et dans Wasfada, Ibn Dialtou, le condamné parle avec sa fille, mais elle ne le reconnaît plus. Le condamné il est triste et il n'attend que sa mort. Voilà tout ce que je eus demandé pour les 40 ans de vie qu'on me prend. 40 ans égal l'âge du condamné. Et donc, هنا le condamné le حكم ابن حزين. Et donc, هنا qui dit بان كان كما كنقولوا نستنتج بانه العمر ديالو 40 عام. فكيقول هنا بانه هنا كيقول فوالا tout ce que je eus demandé pour les 40 de vie qu'on me prend. اذا ف هنا كيتمنى انه يعدموه. اذا ف كيتسنى غير الموت ديالو. Le condamné pense à ce qu'il va lui arriver dans la place de la grève et lui reste une heure. هنا كتبقى لي ساعه على الاعدام وكيتسال اش غادي يوقع ليه في لا بلاص دو لا غريف ساحه الاعدام. Le condamné parle des gens qui vont venir le voir mourir. Et donc, il y a des gens qui ont été réjouis pour voir s'il n'y a pas de temps. Le chapitre 45, le condamné a décidé d'écrire quelques pages pour sa fille afin qu'il sache pourquoi elle a été exécutée quand elle aura 18 ans. Il y a des gens qui ont été réjouis pour voir s'il n'y a pas de temps. Il y a des gens qui ont été réjouis pour voir s'il n'y a pas de temps. Le chapitre 45 remarque. هنا ملاحظة لو كوندامني اي دورون افون دون لوتيل دو في. هنا مبقاش هنا فحولوه ولا في لوتيل دو في في بلاصة الإعدام. اون نا با بي روتروفي لي فاي كي راتاشي ا سيلوي سي. إذا في هذا الفصل 47 ما لقيناش يعني أوراق ديال 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 هذا الفصل هذا. إذا فهذا المطبعة اللي طبعت هذا الكتاب ولا الكاتب دارها بالعاني بأنه في الفصل هنا ما لقاوش الأوراق. بحال تجلاو دوك الوراق ديال هذا الفصل هادو ودوك الكتابات اللي كتبها الفصل. هنا لو شابيتر 48 لو كوندامني نو راكونت سو كي لوي اي تي اريفي ا 3 اور دوران سون ترانسفير لا كونسيرجي ا لوت اي ا دو لا كونسيرجي ا لوتيل. هنا كيعاود لنا كيفاش حولوه من لا كونسيرجي ا لوتيل دو فيل. دابور اون لوي كوبي لي سيفو اذا داروا ليه ديك حيدوا ليه الشعر ولا طواليت ديالو دو كوندامني. On lui a aussi lié les mains au orbito. Ensuite, il est monté dans une charrette accompagné de son prêtre, du bourreau, ses valets et quelques gendarmes. Il est monté dans une charrette avec le bourreau, avec le kiyadim, ou le rajul din, ou le moussaïdin diaoulou, ou le jadam. Ils sont passés par le pont au change, la tour Saint-Jacques, et Saint-Jacques la boucherie, la tour de Notre-Dame. L'ange de place, l'hôtel de la ville. Et dans la ville, l'amakine, elle est déjà.
dès son arrivée, le condamné a demandé un peu de temps afin d'écrire ses dernières volontés. هنا ملي وصلوا المحكوم عليه بالاعدام طلب بعد الوقت بس انه يكتب اخر المتمنيات ديالو. وانفان لو شابيتر 49 لو كوندامني سوبلي ان جوج او ان كوميسير بلو لوي دوني سا غراس. هنا المحكوم عليه بالاعدام طلب ورغب القاضي وواحد ان كوميسير واحد كما كنقول واحد الوكيل باش يعفو عليه. هنا ا 40 اور اي لي مونتي اي لي اي سون مونتي بور لامني. هنا مع الربعه خداوه اذا داوه اذا هذا كل شيء فيما يتعلق يعني الخلاصات ديال الفصول. اتمنى انكم استفدتم معي في هذه الحلقه هذه، وعاودوا للشريط وحاولوا انكم تكتبوا الخلاصات ديال كل فصل وديروا واحد الخارطه ديال هذه الروايه هذه، بس يسهل عليكم انكم تسيتيو لو باساج اللي غيتعطاكم في حاله الى الامتحان جاء وكان الموضوع ديالو روايه فيكتور هيغو لو ديرني جون كونداني. ما تنساوش تشتركوا ودعمونا والبارطاج. الى اللقاء مع شريط ثاني ان شاء الله.